السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تصاعد القلق الأمريكي مع تلميحات إيرانية بشأن حادثة رئيسي، وإلى التفاصيل. تصاعدت وتيرة القلق الأمريكي من تداعيات سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء بالتزامن مع تلميحات إيرانية بالوقوف وراء الحادثة. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في تصريح صحفي بأن بلاده ليست متورطة بأي حال من الأحوال في تحطم طائرة الرئيس الإيراني. وتصريحات أوستن جزء من سلسلة تصريحات متناقضة للمسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك بيان البيت الأبيض الذي عز فيه بوفاة رئيسي في الوقت الذي حمل هجوما عليه، ناهيك عن تصريحات وزير الخارجية الذي جدد التأكيد على أن بلاده سوف تشدد الحصار على إيران بما في ذلك المعدات الخاصة بصيانة طائرات تستخدمها الحكومة الإيرانية. وتأتي التصريحات الأمريكية عقب تلميحات إيرانية بدور أمريكي. وأشار وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف إلى أن أحد أسباب تحطم الطائرة الرئاسية ناتج عن العقوبات الأمريكية على بلاده في تلميح كما يبدو لدور أمريكي. ومما عزز القلق في صفوف الأمريكيين إعلان تشكيل لجنة تحقيق خاصة تضم خبراء عسكريين ومدنيين بحادثة التحطم التي وقعت قرب الحدود الأذربيجانية، وتتهم واشنطن وإسرائيل بتدبيرها. وكان مسؤول في حكومة صنعاء قد أكد أن الحديث عن تورط إسرائيل في حادثة تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيظل محل شك، خاصة أن رواية سوء الأحوال الجوية غير مقنعة في ظل ترتيبات متعارف عليها تجريها الأجهزة المختصة قبيل أي تحرك رئاسي. وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بحكومة صنعاء العميد عبد الله بن عامر في تدوينة له على إكس: سيظل الحديث عن تورط إسرائيل محل شك، والحديث عن الظروف الجوية وتهالك الطائرة موضع نظر حتى يصدر موقف رسمي. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.